بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم المائده الرب المقدسه في عيد الخمسين اي عيد العنصره. عاشت الكنيسه لمده 50 يوم فرح القيامه وتواجد يسوع مع الكنيسة لمدة 50 يوم. ظهورات عديدة كانت ليسوع، لقاءات مع أشخاص من الرسل، ولكن في عيد الصعود ثم بعده عيد العنصرة النهاردة. بعد 40 يوم كان عيد الصعود، وبعد 50 عيد العنصرة. فلذلك الكنيسة عاشت لمدة 50 يوم كأنها بترجع لزمن المسيح والرسل في وضع الكنيسة الأولى. تمتعت الكنيسة والرسل آنذاك بوجود يسوع معهم، ولكن بعد الصعود الرب أعطى نعمة للكنيسة أنه يرسل للكنيسة الروح القدس الذي يعزي ويعضد أي يساعد الكنيسة حتى يومنا هذا. عيد العنصرة هو كان عيد يهودي قديم، هو عيد الحصاد، عيد زراعي في 50 يوم، وخاصة كانت في بلادنا الشرقية مع الجو هناك كان 50 يوم دول، وخاصة في الفترة دي عيد حصاد، يعني كل المزارعين بتشتغل فالحصاد أكثر. لكن الكنيسة أخذت هذا العيد من مفهوم زراعي إلى مفهوم روحي، عيد الحصاد. وما هو حصاد الكنيسة؟ الروح القدس هو الذي أعطى تغييرا جذريا للكنيسة. هؤلاء الذين كانوا خائفين بعد صلب يسوع، عندما ظهر لهم يسوع تغيروا، صاروا مبشرين. ولكن بعدما نزل الروح القدس صارت عندهم سمات جديدة. لذلك في قراءات اليوم، خاصة في أعمال الرسل، في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني من العدد الأول حتى 11 يتكلم عن مظاهر هذا اليوم. بيقول لنا: ولما أتى اليوم 50 كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه. كانوا مجتمعين يوم 50 في بيت، وبيسمعوا كأنها عاصفة شديدة، ريح ملأت البيت كله، موضوع تغيير في الطبيعة. ولكن مش بس الريح وقوة الرياح، ولكن ظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت فوقف على كل منهم لسان، فامتلوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلم. النص هنا بيدينا إيه اللي حصل في الكنيسة الأولى في اليوم 50: رياح شديدة كأنها عاصفة،
كأنها ستور، ولكن تنتهي بإني نار تأتي من السماء وتنقسم تتجزأ، وكل واحد بيجي على سهم من النار كأنه لسان، ويمتلئ جميعا من روح القدس ويتكلم بلغات غير لغتهم، يعني لغات عديدة، وكل واحد الله أعطاله موهبة خاصة. لو تتذكروا في قصة بابل، كأنه لو عملنا مقارنة سريعة في قصة بابل، إيه اللي حصل؟ الشعب تمرد، الشعب انتفخ، تكبر، اعتقد إنه بإمكانياته البشرية يستطيع أن يصل للسماء، فبنوا لهم برج، وكلهم بيزودوا في بناء البرج أعلى وأعلى، وكأنهم عايزين يقولوا إحنا نقدر نعمل، إحنا آلهة على الأرض. أعطى لهم الرب كأنه نفس الفكرة ريح وألسنة، ولكن بلبلهم، يعني شتتهم، بدل ما كانوا معتقدين أنهم شخص واحد نزل عليهم لغات مختلفة. هنا كان في قصة بابل الناس بتتكلم لغات محدش فاهم التاني بيتكلم ايه، مش فاهمين بعضهم، يعني قلوبهم انقسمت، كل واحد بيتكلم بصيغة نفسه ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. النهاردة العكس، نفس المشهد من برج بابل، ولكن في أوضة، ناس مجتمعين أتباع يسوع الرسل، وبينزل عليهم نفس الروح، ولكن بيعطيهم نعم ومواهب، كل واحد بيتكلم بلغة ويعلم الآخرين، والجميع فهم لغاتهم. الأول كانت لغة مشتتة، النهاردة بيت لغة واحدة مع اختلاف اللغات، لكن مفهوم واحد هو الروح القدس الذي يتكلم مع الكنيسة. كان في أورشليم يهود قيادته من كل أمة، عارفين في المزارات بتيجي جنسيات عديدة في السياحة، كل واحد عنده لغاته، زي النهاردة في أي دولة فيها سياحة بتيجي من كل جنسيات العالم. الرب أعطى الرسل لغات حتى يعلموا كل واحد من لغة ومن جنس ومن دولة غريبة. البابا فرانسيس في عيد من أعياد العنصرة أعطى تأمل حلو على النقطة دي، استعمل ثلاث كلمات في عزة عنصرة، أحب أشارككم من كلماته. قال: في تجديد، وفي تناغم، وفي رسالة. عيد العنصرة ظهر فيه ثلاث كلمات، والثلاث كلمات يعني أفعال: تجديد، تناغم، رسالة. تجديد يعني إيه؟ الكنيسة الأولى، الرسل اللي كانوا موجودين، اللي كان عندهم خوف، إمكانياتهم محدودة على أفكار الصيادين الغلابة اللي قبل كده، لكن أعطاهم نعمة التجديد، كل واحد أعطاله اللغة، أعطاله موهبة، أعطاله لسان يتكلم به ما يليق بعمل الكنيسة المعاصرة. مش معقولة الاثناشر الصيادين دول حيبشروا العالم بثقافات متواضعة أو بلغات محدودة، بل في اليوم ده أعطالهم نعمة وموهبة خاصة حتى المسيحية تنتشر. على فكرة، لما بيحصل لمواهب مختلفة للأشخاص، هناك إنجاز التعبير سلاح ذو حدين. في ناس تنتفخ، أنا عندي موهبة فزة أختلف عن الآخرين، ده الجانب السلبي، يبتدي يحصل للإنسان غرور، بيعتقد أنه أهم من الباقين، أنه شاطر، ما يعرفش أن الرب بيعطيله موهبة حتى يستعملها لخير الكنيسة مش لنفسه. فهنا كان في تجديد في الكنيسة الأولى، كل واحد عطاله ما يريد منه الرب،
أعطى له موهبة محتاجها الرب يستثمرها من خلاله. لكن ده جانب سلبي، كل واحد ممكن يكون مغرور، لكن الجانب الإيجابي هو إيه؟ بيعرف إن النعمة دي والموهبة دي، وربما إنجاز التعبير البطولة اللي عنده دي، مش لذاته لأنه هو حلو، لكن لأنه اتبع الرب والرب أعطى له رسالة هيشتغل بيها. علمنا اليوم في كل كنائسنا وبكل طوائفنا محتاجين عنصرة جديدة، محتاجين الروح يجدد الكنيسة بكل الطوائف بتاعتها، محتاجة تتغير، دماء جديدة، تعليم جديد، ليس تغيير في اللاهوت ولكن طرق تعليم جديدة. بنقول مش محتاجين إنجيل جديد، مش محتاجين رسالة جديدة، موجودة عندنا، لكن محتاجين طرق للتبشير جديدة. عشان كده الكنائس إن لم تنفتح لنعمة الروح القدس بمفهوم عيد العنصرة هتكون كنائس ميتة، ما عندهاش نعمة الروح القدس، لأنها قفلت على فكرة واحدة وموهبة واحدة. يعني النهاردة محتاجين ندخل في عالم الميديا أكتر، نجدد قنوات في الكنيسة وليست مفهوم استهلاكي وبزنس وسياسة ومشروع قنوات بيدخل فيها برنامج الطبخ وغيره وحوارات سياسية. مش ده التجديد اللي كانت الكنيسة محتاجة. محتاجين قنوات مسيحية تعلم مفهوم روحي فقط ولا تختلط عليها أمور أخرى. محتاجين مبشرين لاهوتيين على أعلى مستوى، محتاجين مبشرين يكتبوا كتب يعلموا بيها بشكل جيد. الكنيسة اللي ما فيهاش شخصيات كاتبة كنيسة لم يعش فيها الروح القدس. بستغرب في كنائس كثيرة فيها قادة ما بيعرفوش يكتبوا مقالة حتى لغاية النهاردة، ما بيوعظوش. محتاجين مبشرين وعظ جيدين، كتاب إداريين، ولكن لما تتنوع فيها الكنيسة قد يكون حتى في داخلها ناس بتغير وتحقد على الأشخاص اللي عندهم موهبة ويحطموا المواهب. ده موجود في الكنيسة على فكرة. أو كنيسة تانية تشوف في الطرف الآخر في الكنيسة التانية مواهب تبتدي تدين، أو تقول الكنيسة دي خاطئة أو مهرطقة. لا، الرب خلى الـ 12 رسول اللي هم رمز للكنيسة في العالم كله، كل واحد مختلف بموهبة ونعمة خاصة. فعلا محتاجين الشعب يصلي لكنائسنا أن يمطر علينا رياح جديدة، عنصرة جديدة، ألسنة جديدة تغير وضع المسيحيين، لأن المسيحيين النهاردة بينجذبوا للعالم أكثر انجذابهم من الكنيسة. الكنائس فاضية أو بتروح لأجل مؤتمرات، يخلص المؤتمر تنتهي تجمعات الكنائس، وكل منا عايز يكون يقول كنيستي أنا بس اللي صح. جوة الطائفة عايز يقول أنا الطائفة بتاعتي اللي صح، جوة الطائفة نفسها بيقول أنا كنيستي أحسن من الكنيسة التانية، جوة العيلة كل واحد بيقول أنا الإدارة الوحيدة اللي صحيحة وأنا الكاهن الوحيد اللي صح. دي مش عنصرة، دي أنانية، دي كنيسة بابل وليس كنيسة العنصرة في حلول الروح القدس. حلول الروح القدس كمان محتاجينه في الأسر، إن يدينا نعمة عودة للكتاب المقدس من جديد، ينزل على كل شخص في الكنيسة يبتدي يفتح الكتاب المقدس. الكنيسة اللي ما بتستعملش الكتاب المقدس ضايعة، مش إنها تقراه، تعلمه وتعيشه. البيت اللي كمان اللي عندهم كتاب موجود كموجود على الرف، نفس زي الكنيسة اللي عندها الكتاب بس مش بتفعله. الأسر محتاجة عنصرة، والكنيسة محتاجة عنصرة، والرؤساء والمسؤولين والكوادر من مطرنا غيره في الكنائس أجمع محتاجة عنصرة. يبقى الكلمة الأولى اللي قالها البابا فرانسيس إيه هي؟ تجديد. الكلمة الثانية تناغم، أن لا يختلفوا في المواهب، إن موهبة مين الأهم. لما أعطى النص المقدس المواهب هي عبارة عن الجسد، الجسد في إيد وفي عين وفي أذن
وفي رجل يعني أعضاء مختلفة، ولكل عضو عمل مهم. ما يقدرش عضو من الأعضاء يقول أنا أفضل من العضو الثاني. ما ينفعش الأذن تقول أنا أحسن من الأنف أو من العين أو من الفم أو من اليد أو من الرجل. لما بينقص حاجة من ده في الجسد، الجسد بيتلخبط، وكأن الباقيين محتاجين يعوضوا ما ناقص من هذا العضو. عشان كده التناغم هو أن نتحد حتى لو مختلفين في النعم والمواهب، لا نحارب بعض. ولو تلاحظوا في الميديا الفترة دي في موجة شيطان، كأنها عنصرة شيطان حقيقية من داخل الطائفة ومن خارج الطائفة في كل الكنائس. حرب على كاهن بيصلي، حرب على كاهن منفتح، حرب على كاهن بيجدد، وكأن المطارنة هم بس اللي يملكون الحقيقة، هم معلمين الكنيسة. ولكن لما بينجح واحد ربما يشوف مشاكل. ده معنى الشيطان بيعمل عنصرة إنه يشتت الكنيسة بعصر بابل. لاحظوا النهاردة في كل وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات حرب انقسامية داخل كل الكنائس. دي مش عنصرة يسوع، لأن ما فيش تناغم وتواضع. ربما الآخر أنا باخد غنى منه وهو ياخد غنى مني، ونبني كنيسة واحدة اللي هي بيتكلم عنها عنصرة الروح القدس. ده مش الروح القدس، دي روح شريرة بتدخل في عالم المكرسين والمكرسات والخدام. حتى الخدام بينقسموا. النهاردة بلاقي مجموعات تبع خادم فلان ومجموعات تبع خادم فلان في النت. بيت كنائسنا بتحارب نفسها وبتهلك روح يسوع اللي بداخلها في الثلاث طوائف للأسف، ومحدش منتبه للحرب العظيمة اللي بيشنها الشيطان. يبقى تجديد، كنيسة عايزة تعيش في دماء جديدة. تناغم، أن نحترم مواهب بعض ونكمل بها بعض ونكمل بها الكنيسة بشكل أكبر. والنقطة الأخيرة المهمة، الرسالة. ما فرحتي إذا أنا رسالة واحدة بنجح من غير الآخر؟ دي مش رسالة، دي رسالتي أنا. رسالتنا هي إيه؟ هدفنا كلنا باختلاف طوائفنا وباختلاف مواهبنا أن نصل للمسيح. إذا الكنيسة بتاعتي مش بتوصل للمسيح، إذا الخادم بتاعي مش بيوصل للمسيح، إذا الكاهن بتاعي مش بيوصل للمسيح، بيوصلني ليه هو بس، تبقى ماتت الكنيسة. يبقى ضاعت مفهوم الرسالة. الرسالة يعني أنا مرسل ليها، بوصل حاجة، مش أنا صاحب الرسالة. المسيح وحده صاحب الرسالة وأنا خادم للرسالة. كنيستا محتاجة عنصرة حقيقية، تجديد في عروقها، في تعليمها أن يواكب العصر. وهذا التجديد في التعليم، لأن في حاجات في عصر المسيح ما كانتش موجودة. الكنيسة متجددة، المجتمع متجدد. أدي مثال، يعني الإجهاض ما كانش من 2000 سنة معروف. هل كان الرسل هيكتبوا على الإجهاض؟ طب دور الكنيسة تتفرج ولا تعمل تعليم النهاردة يناسب قضايا عصر حديثة؟ كان موجود تواصل اجتماعي زمان، ما كانش موجود. النهاردة لسه في ناس بتتكلم النت حرام ولا حلال. ما كانش هيكتبوا في الكتاب المقدس، ولا من 2000 سنة الرسل الفيسبوك حرام ولا حلال. ده حاجة تانية غريبة ومش هدخل فيها بشكل جيد. الإنسان الآلي الجديد، صوفيا البنت اللي بيخترعوها كأنها رأس إلكتروني وبتلف في العالم، وكان لذيذ لها وضع لقاء أو لقائين في مصر، جهاز إلكتروني وعطين له شكل ماسك بني آدم بنت، والناس بتتكلم هل الجنس مع هذا الاختراع حرام ولا حلال؟ جنس مع آلة، ما من قبل كان هل الجنس مع الحيوانات حرام ولا حلال؟ وهكذا. بعدين هل الجنس مع اللمبة دي هيبقى حرام ولا حلال؟ لأن في وقت من 2000 سنة ما كانش هذه الهرطقات ولا الأفكار الغريبة دي موجودة. جواز المثليين حرام ولا حلال؟ جواز المعاقين حرام ولا حلال؟ ودرجات الإعاقة
عشان كده الكنيسة لازم تكون متجددة، حتناقش قضايا عصر اليوم ما كانتش موجودة قبل كده. لكن لو الكنيسة قالت أنا جامدة اللي خدته من الرسل ووقفت عليه، يا راجل طب ارجع عصر الرسل، ما كنتش هيبقى ليك مكان أساسا، لأن كان الرسل هم الموجودين ومش محتاجينك. النهاردة لازم ننفتح بحاجة اسمها اللاهوت الأدبي، هو يدرس قضايا متجددة كل يوم بتظهر في ضوء تعليم الكنيسة والكتاب المقدس والعقيدة، ويدونا إجابات. لكن لو وقفنا جامدين يبقى ما فيش تجديد، يبقى في ناس ميتة. وعشان كده هذا التجديد محتاج تجديد ثم تناغم، يعني نشتغل كتيمورك، يعني فريق واحد عمل، مش كل واحد مين الأهم. على فكرة في المجتمع المتحضر البواب زي المدير، لكن في المجتمع القديم أوي، مش عايز أقول ألفاظ تانية، درجات الكرسي هي الأهم مش اللي بيخدم. ده محتاجينه وده محتاجينه، دي مواهب الروح القدس. عشان كده محتاجين تجديد، تناغم من غير تنافس، من غير حرب داخلية، ورسالة. الرسالة إن تجديدنا والتناغم بتاعنا لخدمة الكتاب المقدس وليس لخدمة مناصبنا ولا الكراسي بتاعتنا ولا شخصياتنا. كل منا يتساءل النهاردة على نعمة الروح القدس، هل أنا متجدد قدام الروح القدس وأني تجدد بنعمة الخمسين ولا بابل اللي مشتتين؟ الأسر عليها أن تجدد في صلواتها، في علاقاتها، في قراية الكتاب المقدس، في متابعتها للأسرار. والكنيسة ملتزمة أن تجدد ما يعيد الخير العام والبنيان العام. العنصرة مش كلمة نحتفل بها، لكن العنصرة عيد رئيسي سيدي مهم الكنيسة تعيشه. يعني أنا بتساءل الناس اللي بتغيب في الكنائس في عيد الخمسين، هتاخد الروح القدس النهاردة وهي قاعدة على السرير، وهي ماشية في الشارع، هي بتتفرج على قداس في التلفزيون، ولا تنتظر الروح يحل ويهب ويعطيها مواهب من قلب الكنيسة زي من قلب الأوضة اللي كانوا مجتمعين فيها الرسل؟ كل سنة وحضراتكم طيبين، اطلبوا نعمة الروح القدس النهاردة أنكم تاخدوها وتعيشوها. وفي التجديد الروح القدس هي غفران للخطايا وبداية جديدة. ولله المجد الدائم الأبد، آمين.